وأوضح الرئيس السيسي خلال افتتاحه موسم حصاد القمح ومصنع البطاطس بشرق العوينات أن الأراضي المستصلحة شرق العوينات ستصل لإنتاجية 1 مليون طن من القمح، بما يوفر ما بين 350 إلى 400 مليون دولار. وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته بتحقيق ذلك خلال 2 أو 3، داعيا إلى جذب كثافات السكانية إلى هذه المناطق مع توافر فرص العمل. النهاردة احنا بنتكلم على أن في نهاية الكمية دي العدد أو حجم الأراضي اللي هتنتج دي، أنت بتتكلم في 1 مليون طن قمح، مش كده؟ 1 مليون طن قمح دول يساووا كام؟ وهم معمولين إيه؟ معمولين بنظم ري حديثة، يعني حجم المية اللي بيستخدم فيهم هو الحجم الأمثل في الري، ويصلح لي وزير الزراعة الكلام ده. وبالتالي أنا بنتج 1 مليون طن قمح دول بتكلفة اقتصادية في المية اللي احنا دلوقتي بنقول لابد ان احنا كل نقطة مية نستفيد منها. ثم ده الفرصة بقى البديلة لما انا اروح اجيب الكلام ده بحوالي 350 400 مليون دولار طبقا لاسعار القمح، مع الوضع في الاعتبار ان لو سلاسل التوريد حصل لها مشكلة احنا بندفع الثمن هنا كدولة، يعني سواء في تكلفة أو يبقى فيه مشكلة أزمة في الموضوع. فأنا بشكركم وده أنا سعيد بقوي بإن احنا يعني الإنجاز ده تحقق خلال فترة مش كبيرة قوي، خلال 2 3 سنين أنا بتكلم، وإن شاء الله خلال السنة الجاية يبقى وصلنا للحد الأقصى اللي في توشكا أو في شرق العوينات، ويتبقى الجزء اللي هو بتاع غرب شرق العوينات عشان نضيف مزيد من الأراضي. يتبقى أن الدولة دكتور مصطفى محتاجة تخطط كيف نجيب كثافة سكانية من الدلتا، من الصعيد، من كده، عشان يبقوا موجودين معانا هنا والناس تبتدي تعيش وتشتغل وفرص العمل موجودة.